الرئيس السيسي ونظيره الروماني يتفقان على تكثيف التنسيق حول القضايا محل الاهتمام المشترك بين البلدين. شكري يتوجه اليوم لأديس أبابا ليرأس اجتماع وزراء خارجية الشركاء الإقليميين للسودان. مسؤول أمريكي يعلن إسقاط طائرة أمريكية مسيرة في المجال الجوي الدولي بصاروخ إيراني. العاشرة صباحا في القاهرة، الثامنة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة. أهلا بكم، ونبدأ أخبارنا بزيارة الرئيس السيسي لرومانيا، ولكن بعد الفاصل. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن زيارته لرومانيا تعكس قوة علاقات الصداقة بين البلدين، مشيرا إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين قد تخطت حاجز المليار دولار. واستعرض الرئيس السيسي ونظيره الروماني كلاوس يوهانس جهود مكافحة الإرهاب، واتفقا على تعزيز التعاون المشترك لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتنسيق في القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مطار منسك الدولي متوجها إلى رومانيا، ثاني محطات جولة سيادته الأوروبية، والتي بدأها بزيارة رسمية إلى دولة بيلاروسيا، حيث كان في وداع سيادته الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو. وفور وصول سيادته إلى مطار هنري كواندا الدولي في بوخارست، توجه سيادته إلى قصر كوتروتشي الرئاسي بالعاصمة بوخارست، حيث كان في استقبال سيادته الرئيس كلاوس يوهانس رئيس رومانيا، حيث أقيمت للسيد الرئيس مراسم الاستقبال الرسمية، وعزف السلامان الوطنيان، وتم استعراض حرس الشرف. بعدها عقد الرئيسان لقاء ثنائيا تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح بأن الرئيس يوهانس أعرب عن ترحيبه بزيارة السيد الرئيس لرومانيا للمرة الأولى، مؤكدا اهتمام رومانيا بتطوير علاقاتها مع مصر الدولة المحورية ومركز ثقة المنطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا، فضلا عن سياستها المتوازنة تجاه التحديات المعقدة في محيطها الإقليمي المضطرب. السيد الرئيس أكد من جانبه حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع الجانب الروماني في مختلف المجالات، خاصة في ظل العلاقات الخاصة بين البلدين، ومشيدا بمواقف رومانيا الإيجابية والمقدرة تجاه مصر، وما تحقق من تطور كبير في العلاقات بين البلدين خلال الفترة الماضية في ظل الاهتمام المتبادل من الجانبين بدفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب. كما قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول بالعاصمة الرومانية بوخارست.
ثم توجه السيد الرئيس إلى مقر أكاديمية الدراسات الاقتصادية حيث منح سيادته الدكتوراه الفخرية. السادة أعضاء هيئة التدريس الكرام، السيدات والسادة الحضور، أود في البداية أن أعرب عن خالص تقديري وسعادتي لتواجدي بينكم اليوم في هذا الصرح الأكاديمي الشامخ والمنارة التعليمية ذات التاريخ العريق التي احتضنت بين جنباتها وتخرج منها على مدار 106 عوام العديد من الطلبة الذين أصبحوا قامات فكرية كان لها دورها في إثراء الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية ليس في رومانيا فحسب بل في أوروبا كلها. لقد استطاعت جامعتكم المرموقة أن تتجاوز مراحل صعبة وأحداثا تاريخية دقيقة وأن تواكب متغيرات العصر وتقود التطورات التي شهدها مجتمعكم العريق بما في ذلك عقب الثورة الرومانية عام 1989، مما مكنها أن تحتل المكانة المتقدمة التي تحظى بها أوروبياً وعالمياً. إن قرار مجلس جامعتكم الموقر بمنح درجة الدكتوراه الفخرية سيظل دائماً محل اعتزازي وتقديري، فهذا التكريم لا أعده لي فحسب بل للشعب المصري بأكمله الذي يكن للشعب الروماني الصديق أسمى آيات الود والتقدير. وهذه اللفتة المقدرة إنما تضفي معنى جديدا لما يجمع بين بلدينا من روابط ثقافية عميقة تشكلت وترسخت عبر عقود بل وقرون ممتدة، عبر عنها الشاعر الروماني العظيم ميهاي إيمينسكو الذي ألهمته عظمة الحضارة الفرعونية لكتابة قصيدة عن مصر ونيلها وهرمها عام 1872، وتجلت أيضا في دير سيناي بمنطقة سيناي في رومانيا الذي سمي تيمنا بدير سانت كاترين في سيناء عام 1695. وأنني أؤكد من على هذه المنصة اعتزازي وفخري بهذه الروابط التي تشكل محورا أساسيا في علاقات الصداقة التي تجمع بين بلدينا وشعبينا، وتمثل دافعاً مهماً للارتقاء بها وتعزيزها من خلال التعليم والتعاون الأكاديمي. وأود في هذا السياق الإشارة إلى الطفرة الكبيرة التي تشهدها الجامعات المصرية منذ سنوات من أجل تحقيق نهضة حقيقية ليس للشعب المصري فقط بل للشعوب العربية والإفريقية والإسلامية التي يدرس بعض أبنائها في جامعتنا. فالدولة المصرية تسير بخطى حسيسة في سبيل تطوير منظومة التعليم العالي في مصر وإنشاء جامعات جديدة على نفس نمط الجامعات العالمية، والتي أقدر أن جامعة بوخارست للدراسات الاقتصادية إحداها. وإنه ليسعدني أن تثمر زيارتي اليوم إلى رومانيا أن تعزز التعاون الأكاديمي القائم بالفعل بين مصر وبلدكم الصديق، لا سيما مع جامعتكم الموقرة من خلال برامج مشتركة ومشروعات للبحث العلمي، مع إمكانية الاستفادة من الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي في هذا السياق. وختاماً أود أن أجدد شكري العميق وأن أبدي سعادتي البالغة لمبادرة مجلس جامعتكم الكريمة، وأن أعرب عن خالص تقديري وامتناني للرئيس الروماني كلاوس يوهانس على دعوته الكريمة لزيارة رومانيا دعماً وتعزيزاً لعلاقات الإخاء والصداقة التي تربط بين شعبينا، وأشكركم شكراً جزيلاً. على هامش زيارة سيادته للعاصمة بوخارست أقيمت مأدبة عشاء تكريما للسيد رئيس الجمهورية بحضور السيد كلاوس يوهانس.
تواصل جهود وزارة الداخلية لتأمين بطولة كأس الأمم الإفريقية، هذا وتنتشر القوات بشكل مكثف في المنشآت الهامة والحيوية لضمان توفير المناخ الآمن للمواطنين والمنتخبات المشاركة في البطولة. هدفنا يكون طريقهم رحلة آمنة على أرض التاريخ. يتوجه اليوم وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ليرأس اجتماع الاتحاد الإفريقي لوزراء خارجية الشركاء الإقليميين للسودان. يأتي الاجتماع في إطار تنفيذ تطبيقات القمة التشاورية للشركاء الإقليميين للسودان والتي استضافتها القاهرة في أبريل الماضي بهدف توفير المناخ المواتي لدفع مختلف الأطراف السودانية إلى استئناف الحوار المباشر وتعزيز العمل المشترك فيما بينها، وذلك وصولا إلى اتفاق حول إدارة المرحلة الانتقالية. دعا رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان جميع القوى السياسية في السودان للحوار مع المجلس العسكري دون شروط مسبقة. جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس العسكري السوداني مع العاملين بالمهن الطبية والصحية. كما أكد البرهان على أن المجلس العسكري السوداني لن يقوم بإقصاء أي من المواطنين من المشاركة في الفترة الانتقالية. لقي 8 عناصر من ميليشيا الحوثي مصرعهم فيما أصيب آخرون في قصف للقوات اليمنية غرب منطقة باجا حجر شمال غربي محافظة الضالع. يأتي هذا فيما قتل 17 حوثيا بينهم قياديان ميدانيان وجرح عشرات آخرون في مواجهات مع الجيش اليمني في تعز جنوب غرب البلاد، أسفرت أيضا عن تدمير آليات عسكرية تابعة للميليشيات. في غضون ذلك شنت ميليشيات الحوثي هجوما على مركز مديرية التحيتة جنوبي محافظة الحديدة ضمن سلسلة خروقات لقرار وقف إطلاق النار. رفض وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير تقرير الأمم المتحدة حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وأكد الجبير في تغريداته على تويتر أن تقرير الأمم المتحدة يتضمن تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها تطعن في مصداقيته. أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة لدى اختراقها المجال الجوي الإيراني. من جهتها أعلنت واشنطن أن الطائرة الأمريكية أسقطت في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز بصاروخ سطح جو إيراني. وقال مسؤول أمريكي إن الطائرة المسيرة تتبع البحرية الأمريكية ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل بما في ذلك وقت إسقاط الطائرة. أفادت الخارجية الأمريكية بأن الممثل الأمريكي الخاص لإيران برايان هوك توجه إلى الشرق الأوسط لعقد اجتماعات في السعودية والإمارات وعمان والكويت والبحرين لبحث العدوان الإيراني في المنطقة. وأضافت الوزارة أن هوك سيقدم معلومات مخابراتية أمريكية
إضافية بشأن التهديدات النشطة التي تمثلها إيران على المنطقة في الوقت الراهن، كما يتوجه هوك الأسبوع القادم إلى أوروبا للاجتماع مع مسؤولين من بريطانيا وألمانيا وفرنسا لبحث مجموعة من الملفات المتعلقة بالنظام الإيراني. تصدر اليوم محكمة تركية أحكاما على أكثر من 220 مشتبها بهم في إحدى أكبر المحاكمات المتعلقة بمحاولة التمرد الفاشلة ضد الرئيس رجب طيب أردوغان عام 2016. ومن بين المتهمين في القضية الداعية التركي فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة، والذي تتهمه أنقرة بالوقوف خلف المحاولة، وهو الأمر الذي ينفيه جول بشدة. تتضمن الاتهامات ضد المتهمين الرئيسيين انتهاك الدستور واستخدام الإكراه والعنف في محاولة الإطاحة بالبرلمان والحكومة التركية، والتسبب في استشهاد 250 مواطنا ومحاولة قتل حوالي 3000 مواطن. أحرز وزير الخارجية البريطاني السابق المؤيد للبريكزيت بشدة بوريس جونسون تقدما في الجولة الأولى في الجولة التصويت الثالثة التي أدلى خلالها نواب حزب المحافظين بأصواتهم لاختيار رئيس وزراء بريطانيا القادم. يواجه المرشحون الباقون جولتي تصويت أخريين الخميس لتقليص المتسابقين إلى 2، ليجدد أعضاء حزب المحافظين من سيكون زعيم الحزب ورئيس وزراء بريطانيا بحلول نهاية يوليو القادم. عزز بوريس جونسون موقفه بصفته الأوفر حظا ليكون رئيسا لوزراء بريطانيا القادم، بعد أن زاد من عدد مؤيديه في الجولة الثالثة من التصويت على زعامة حزب المحافظين، وحصل جونسون على 143 صوتا من 313 صوتا، في محل جيرمي هانت وزير الخارجية في المركز الثاني حاصدا 54 صوتا، في حين احتل وزير البيئة مايكل جوف المركز الثالث حاصلا على 51 صوتا، وجاء وزير الداخلية ساجد جاويد في المركز الرابع بحصوله على 38 صوتا، بينما حصل وزير التنمية الدولية روري ستيوارت على 27 صوتا ليخرج بذلك من السباق. ويواجه المرشحون الباقون جولتي التصويت الخميس لتقليص المتسابقين إلى 2، ليحدد أعضاء حزب المحافظين من سيكون زعيم الحزب ورئيس وزراء بريطانيا القادم بحلول نهاية يوليو القادم. ويصر جونسون الذي قاد حملة استفتاء عام 2016 على بريكزيت على أنه يجب عدم تأجيل موعد خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي بعدما أجلته رئيسة الوزراء تريزا ماي مرتين. تعهد المتظاهرون في هونغ كونغ بتصعيد تحركاتهم ضد قانون تسليم المتهمين للصين، وطالب المتظاهرون بإلغاء مشروع القانون نهائيا وليس فقط تعليقه، كما تعهدت رئيسة هونغ كونغ كاري لام. كما طالب المحتجون بإطلاق سراح جميع المتظاهرين واعتذار من قوات الأمن لاستخدامهم للقوة غير الضرورية خلال تفريقهم لمظاهرات 12 من الشهر الجاري. وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات لاذعة لجميع أعضاء الحزب الديمقراطي الساعين إلى الفوز بترشيح الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية لعام 2020. جاء ذلك غداة إطلاق ترامب لحملته الانتخابية رسميا خلال تجمع انتخابي كبير عقده بولاية فلوريدا. وقد اعتبر ترامب أن جميع المرشحين الديمقراطيين المحتملين ليسوا على المستوى المطلوب لمنافسته على كرسي الرئاسة، مشيرا إلى أنه في حال فوز مرشح حزب ديمقراطي بالانتخابات السابقة لكانت سادت الولايات المتحدة حالة من الركود الاقتصادي وزاد عدد المهاجرين غير الشرعيين بالبلاد. وصلت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باتشلي إلى فنزويلا في زيارة تستغرق 3 أيام للاطلاع على الأزمة الإنسانية التي تعصف بالبلاد. من المقرر أن تلتقي باتشلي خلال الزيارة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو،
وكزعيم وزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو. وكانت باتشيلي قد تلقت قبل أشهر دعوة من كاراكاس، لكنها أوضحت أن هذه الزيارة لا يمكن أن تحصل من دون بعض الضمانات التي لم تقدم الأمم المتحدة تفاصيل عنها. عودة إلى الشأن المحلي، حيث استعرض منتدى المدن الإفريقية قاطرة التنمية المستدامة التجربة المصرية في مجال المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية. وخلال الجلسة تم تبادل الرؤى والخبرات بين دول القارة الإفريقية في مجال النقل والمواصلات، كما تم استعراض الطفرة الكبيرة التي حققتها مصر في مجال الطرق والكباري. تطوير البنية التحتية لشبكة النقل والمواصلات بين مصر وشقائها من الدول الإفريقية لتكون شريان حياة جديد كان المحور الرئيس في الجلسة التي حملت عنوان نماذج النجاح في منتدى المدن الإفريقية. واستعرضت مصر تجربتها الرائدة في مجال الطرق والمواصلات، حيث تم التأكيد على مد خطوط دولية تصل بين مصر وجميع الدول الإفريقية، وخاصة طريق مصر كيب تاون. شفنا هذا المشروع الطموح لسكك الحديد من القاهرة إلى بريتوريا، هذا شيء جميل. وبالتالي إذا الشبكة الطرقية وشبكة النقل تطورت مع بعض ستضمن حقوق الإنسان، ومن بينها حق التنقل الحر. إشادة كبيرة بما تحقق من طفرة في مجال الطرق والمحاور والموانئ، حيث اعتبرها المشاركون فرصة للاستفادة من الخبرات المصرية في إنشاء وتحديث شبكة النقل. يجب كان بي تعد مصر دولة حليفة وقاعدة قوية قادرة على إثبات إمكانياتها في مساعدة الاتحاد الإفريقي في هذه المجالات، ومصر قادرة على تقديم يد المساعدة في استقطاب جميع الاستثمارات وتنفيذ هذه المشروعات. وخلال الجلسة أكد المشاركون إلى الاهتمام الكبير التي توليه مصر للتعاون مع القارة الإفريقية في مجال النقل، خاصة مع توليها رئاسة الاتحاد الإفريقي في ظل إرادة سياسية هادفة وداعمة لكافة المشروعات التي تخدم مصالح الجميع. ربط مصر بمحيطها الإقليمي من خلال طرق دولية أو سكك حديدية أو موانئ بحرية أو برية هو الهدف الذي تسعى إليه مصر للوصول إلى عمق القارة الإفريقية، ويأتي تجربة مصر الرائدة في مجال النقل والمواصلات ليؤكد أن مصر تضع كل ما تملك من خبرات وإمكانيات لخدمة الأشقاء الأفارقة. محمد الخطيب، أني. ختاما هذا تذكير بأبرز العناوين. الرئيس السيسي ونظيره الروماني يتفقان على تكثيف التنسيق حول القضايا محل الاهتمام المشترك بين البلدين. شكري يتوجه اليوم لأديس أبابا ليرأس اجتماع وزراء خارجية الشركاء الإقليميين للسودان. ومسؤول أمريكي يعلن إسقاط طائرة أمريكية مسيرة في المجال الجوي الدولي بصاروخ إيراني. تفاصيل أكثر على موقعنا nile.eg. إلى اللقاء.